صحاب الغاليين عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. تعالوا نشوف البلاو الحلو ده بالبسلة الخضراء اتعملت ازاي. متذكرين المخلل اللي نزلته لكم الفيديو طاب في 4 ايام بس وعملت كده جنب رايته. تعالوا نشوف اول حاجة هنبتدي بايه. عندي حلة هخلي المية تغلي، وانا عندي بسلة فروزن، ما عندناش بسلة فريش هنا. المهم هحط كوباية من البسلة هديها غلوة وبعد كده هصفيها، يعني مش هخليها تغلي كتير عشان طبعا هي بتكون اوريدي جاهزة. يعني ادي كده زي ما شايفة غلت معايا، هجيب بعد كده حلة معايا هحط شوية زيت. وانا عملت توم يعني فصين او ثلاثة ومعاه جنزبيل فريش، هقلبهم اخليه كده شوية كده بس يعني ما غيرش لون. بعد كده اجيب البسلة هحط عليها ودي تقليبة للبسلة مع التوم الجنزبيل عشان ياخدوا من الطعم. وانا كنت بقلي الرز، غسلته بليته خليته نجحته قبل ما ابتدي الاكل. فجبت الرز دي كوباية ونص من الرز الباسمتي، برضو هقلبهم كده زي ما شايفة معايا. هحط كوبايتين من المية لان الرز اصلا انا نجحته، فمية مغلية. وبعد كده بوطي النار واحط شطة خضراء لو تحبي، وهحط الملح، وانتي الملح طبعا على حسب ما انتي بتحبي الملح قد ايه. المهم ادي كده يا ستي، بعد ما حطيت الملح وكل حاجة هقفي هغطي على الحلة بتاعتي والنار واطية. وادي كده حطيت لون، وهخلي بعد اللون ده هو كده خلاص طاب، يعني انا بحط اللون على الاخر، خليته دقيقة بس. المهم هعمل الرايتة بتاعتي، عندي زبادي، حتة لبن، نعناع ناشف، ملح، وحتة فص توم صغير ههرسه ونقلبها، وكده هتكون الرايتة بتاعتي جاهزة معايا. والبلاو قصدي البلاو جاهز، انا هو زي ما شايفة مفلفل ومش معجن ولا اي حاجة. انت ممكن ما تحطيش لون يعني مش لازم، انا ما كنتش عايزة احط لون بس يعني افتكرت بحط لون. ما علينا، ده المخلل خلصناه بصراحة، يعني اخد معايا 4 ايام، انا عملته الاربع الفات، فتحته يوم الاثنين يمكن ولا الاحد بالليل لقيته كويس طاب. حتى جبت خيار تاني هعمل تاني. ادي كده زي ما شايفة الصفرة بتاعتي الشهي، واكلة سريعة جدا تكون ملكيش مزاج بس خصوصا المطبخ تعمل الاكلة دي. ادي كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب تو ماي شانل. مع سرعة المطبخ مع سوسن، لغاية لما تيجي فيديو جديد.